كرم مركز آيلتس للغات الأطفال المشاركين بمسابقة البطولة العربية في المركز الثقافي العربي للحساب الذهني في القامشلي بحضور جماهيري واسع. استحقوا هذا التكريم، تعبوا ونالوا والحمد لله على هذا الإنجاز. فرحة عارمة لمدينة القامشلي بأكملها، للمسيرة العلمية بأكملها. كانت هناك بطولة عربية في مصر بمجال الحساب الذهني، وقد فاز أطفالنا من هنا من القامشلي، فازوا بهذه المسابقة وجرى لهم هنا التكريم. نحن سعيدون جدا بهذا التكريم والحضور الجميل هذا من الأهالي ومن ذوي المكرمين ومن المعهد وكادر المعهد، يشعرنا بالسعادة بالحياة بالعمل رغم كل شيء. اليوم نحن فخورون جدا بهذا الإنجاز الرائع، ونهدي هذا الإنجاز للوطن وقائد الوطن، ألف الحمد لله والشكر. وهذا تحفيز لطلابنا، يعني التكريم هذا تحفيز لطلابنا وإن شاء الله نحو العالمية يا رب. الأهالي والأطفال عبروا عن سعادتهم بهذا التكريم وأكدوا على استمرار مسيرة العلم والإبداع رغم كل الظروف والتحديات. أنا سعيدة جدا على هذا التدريب الرائع والإنجاز على هذا المركز، وأنا سليمان عبد القادر السلومي الذي عرست المركز السادس على الوطن العربي والثاني على المستوى السادس. الحقيقة إنجاز الفريق الآيلتس، الفريق العربي السوري المشارك بالبطولة العربية، كان إنجاز رائع. هو عبارة عن رسالة أمل لكل أطفال سوريا لتطوير أنفسهم للعودة بوطننا الغالي إلى وضع السابق، إلى سابق عهده، إلى التألق والانتصارات الدائمة. أتمنى من كل الأهل التركيز على تعليم أولادهم، لأنه بالنهاية ثروة سوريا هي بأبنائها. أنا فرحان كثير كثير وفخورة ببنتي، جابت أولى على الوطن العربي كله، وهذا شيء بهدية للوطن. جاء التكريم تعبيرا عن تشجيع المركز للأطفال المتميزين والذين أحرزوا مراكز متقدمة، ولتحفيز الأطفال للتعلم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الواقع التعليمي في القامشلي.